الدر رحمة الله عليه كان يأتي إلى الكعبة، كان يقول: أنا جندب ابن جناده صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كان يدعو الناس يقول: عباد الله تجهزوا للرحيل، احنا تجهزنا للرحيل، احنا اللي نركض لهذه الدنيا من الصبح لليل. كم ساعة نركض لهذه الدنيا؟ كم ساعة نصرفها لهذه الدنيا؟ بعدها حياتنا الدنيوية مو كامل، فالحياة الآخرة اللي هي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة اللي مو 100 عام وإنما 1,000,000 عام، 10 ملايين عام، 100 مليون عام، 1,000,000,000 عام، ما لا يدخل في حد التصور. يقول نعيش بالآخرة. أكبر عدد يخطر في بالكم، علماء الرياضيات يقولون أكبر عدد، يعني اكتب 1 وخلي أمامه نقاط منا إلى المريخ. أكبر عدد، هذا مو أكبر عدد طبعا، أكبر عدد تصوره في مقابل لا نهاية يعتبر 0، لأن لا نهاية كلما تروح كلما تذهب أكو أكثر منه. إحنا كم نعيش بالآخرة؟ 100 مليون عام أكثر، 1,000,000,000,000 عام أكثر، 1,000,000,000,000,000 عام أكثر. يعني ما يمكن أن نتصور إلا بالتصور الإجمالي، تصور تفصيلي مستحيل على هذا العقل المحدود أن يتصور الآخر. الإنسان بالآخر شقد يحتاج، كم يحتاج من الإعداد؟ واحد يجي للآخرة مو مستعد لهذه الآخرة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما كان يقول في تلك الليالي المظلمة: آه من قلة الزاد، لأنه كان يفهم شنو معنى الآخر. احنا ما نفهم معنى الآخر، نصلي ركعتين نتصور أنه فعلنا كل شيء، نبني مسجد واحد لله سبحانه وتعالى نتصور أنه فعلنا كل شيء. لا، حتى إذا واحد بنى في حياته 1,000 مسجد هذا قليل في جنب الله. لذلك الكل في يوم القيامة يقولون: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تفريط هناك، يوم الحسرة هناك، يوم الألم هناك، يوم يعض الظالم على يديه. الشفاعة شنو أثرها؟ الشفاعة بالإضافة إلى الأثر التكفيري لها أثر تكميلي، تكمل الإنسان.